كنت عاوز أقول شيء لمسني جدا من خلال الاحتفال الماضي، كلمات سيادة المطران إيليا، ولما تكلم عن الرب يسوع سأل هذا السؤال، الرب يسوع شو بده منا؟ وقعدت أفكر في هذا السؤال، شو الله بيطلب منا؟ إيش إحنا ممكن نعطي للرب يسوع؟ يعني حتى بتذكر في الكتاب المقدس، يعني حتى لو أعطينا القلب، القلب مكتوب عنه هو أخدع من كل شيء وهو نجيس. فالشيء اللي لمسني أنه قال يسوع المسيح طلب بس شيء واحد، طلب خطايانا، لأنه جاء حتى يبررنا ويغسلنا من خطايانا. فعلا عدت أتأمل بهذه الكلمات من المطران، أنه فعلا الرب يسوع شو بده من الإنسان؟ ما هو مش عاوز شيء من الإنسان، وبالعكس حتى أتعبناه بخطايانا، فبس كل اللي بيطلبه أنه نعطيه خطايانا، وهو بيعطينا الحرية والتبرير والشفاء أيضا.